الموسم ابتدى والله يعين كل الأهالي، العيال في المدارس والطقس قام يبرد، أكثر من 200 فيروس ومجموعة من الأمراض المعدية متربصة فيهم، مع الإنفلونزا والتهاب العيون والتهابات الجلدية والرئوية والإسهال. أوه. طرق العدوى وايد يا سلامة. هي؟ رذاذ السعال والعطاس، القرب من شخص مصاب ولمس كتبه وطاولته وأغراضه الشخصية بحال كانت ملوثة بالفيروس. مجرد تعليم أطفالنا غسل اليدين بالماء والصابون وبالطريقة الصحيحة يمنع 33% من عدوى الإسهال و20% من عدوى الإنفلونزا. أوه. ولازم نبههم يغسلون أيديهم بشكل دوري في المدرسة. وليش ما نعطيهم جل تعقيم اليدين اللي يناسب بشرتهم؟ في تجربة سووها في الولايات المتحدة ضمن 16 مدرسة فيها 6000 تلميذ، ولاحظوا انخفاض 20% في حالات التغيب بسبب المرض بعد استعمال جل المعقم في الصفوف. ولا ننسى نعلم أطفالنا آداب السعال والعطس من حيث تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي، وعقب رميه بسرعة في سلة المهملات. وأرجع أذكر غسل اليدين دائما، وحساكم دوم بصحة وسعادة.